الله إيمانين غزانين متوكان غزانين لحباب غزانين كمات حماد نتعمى بابا علي أروني تيني العيد نونا مباركي العواشر نوني مباركي نتنت في اللون يشكش مربي سوا فول كيد لهنا السلام تغزي العمر إن شاء الله غصاب نلاغتزني دار لحباب غزانين دار يد مدينة اللي إعزان دار ما يمزين ولا ما يمقورن أرتيني غيات زنيت بعد تمزوارو تطنح في ضربي سير الاستقبال بهرة إحلام غصاد نلاغ الافتتاح هي القصرية واد الجنة لله نغلي يوسفيا غتزنيت عرس نتيني ختان ميرت نسن غيك اللي نتيني يميدن اللي سوين قمنين غلب بروجيا داي اللي ختو الزمت نتزنيت عرس نتيني ختان ميرت نسن تبارك الله ندور غير القصرية يعني أرى غير الصفراح زند البروجيا تادي غلان ختم ديني النغ يعني تبارك الله القصرية قسميتين وربعين محال يعني الخيرة الزري غنكي الخيرة دائري شجعة المدينة تنزنيت أشكو غنى 240 محل تبارك الله يعني غيس خدم غير سين غل محل يعني هذه 500 بنادمان يستخدم تستخدم القيصرية يعني 500 عائلة يعني كي قلت لنا 12 إلا ما دار 8 الناس يعني تقريبا هي العدد مدنا على يستفد غا القيصرية أتمنى المدينة كله كي سنتين تزن القيصرية تزن المحلات كي قلت يعني كين غيسكر المشاريع ختمازير أشكون كنيتي مزارنغ اللي كمنت في اللاغي سوى ناريس والناريش الجعة كانت مزيرت أي زور ستينز أشكو لصل أي كان كل شيء أكل كل يحفظ ربي أتمنى أتقيم بخير وعلى خير إن شاء الله وماتون بحمد انت مانون التيني مبارك عواشركم تكليتي أظنين والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا جد مسرورين هنا بتواجدنا في مدينه تيزنيت. كان لنا الشرف باش نجيو بدعوه كريمه من صاحب هذه المعلمه التجاريه العظيمه جدا، بنايه ضخمه اللي كتواجد بمركز ديال تيزنيت. تبارك الله ما شاء الله الافتتاح ديال قصريه واد الجنه اللي ما شاء الله عليهم، كنتمنى لهم الازدهار والرقي. هذه المعلمه اللي كتبان لي بان ان شاء الله غادي يكون فيها خير كبير للساكنه وكذلك للتجار اللي كيتوجهوا هنا ولا المكاتب ديال الاطباء ولا ديال جميع المجالات اللي كاينين في هذه المنطقه ان شاء الله. صراحة أنا جد مسرورة بعد بمحبة ديال الجمهور ديال مسلسل بابا علي، كانوا متواجدين هنا بكثافة، شي حاجة زعما كتلج الصدر، فرحونا بزاف بالتواجد ديالهم هنا وبالمحبة ديالهم. كنشكرهم بزاف صراحة بالحب ديالهم احنا باش مستمرين وباش احنا غادي نعطيو أكثر وأكثر إن شاء الله، وغادي نوعدهم بأن الجزء الثالث غيكون ديال طب طب ان شاء الله. هذا وعد ان شاء الله من كل الطاقم ديال بابا علي، وشكرا لكم وشكرا للطاقم الصحفي اللي كيتواجد هنا. تسلم ربي كلا. السلام عليكم العواشر نون مباركي والعيد نون مباركي. اتفلون نشكش ربي الصحة لهنا كل متينة ان شاء الله، اي عيدكم ما يمزين ولا ما يمقون الفرح ان شاء الله الدوام الصحة. غسة دي قايا واسي فولكين غيات المدينة دي فولكين مدينة تزنيت اللي تيسان سزوري تيسان سميد اهل الكرام ضيافه بالمناسبه غساد الحاضر غمس افتتاح نيات القيصريه واد الجنه هي المشروع مقوم تبارك الله غنديه تزنيت. حمد عوينتي فنان مغربي. اليوم كنت واجد هنا في مدينه تزنيت، وبدايه كنشكر المناظر الاعلاميه اللي دائما كتحضر بقوه ودائما كتواكب كل تظاهرة ثقافية واجتماعية وفنية وصحية، ودائما كتوصل الصوت ديال الفنان الجمهور ديالنا اللي دائما كيتابعنا في كل ترقب وفي كل جديد. اليوم جيت سعيد ملي كنجي امام قصرية وادي الجنة في حي اليوسفية، وكنلقى هذا الجمهور الكريم اللي كيتسنى ابطال مسلسل بابا علي وكيتسنى الحضور ديالهم بكل شغف وكل شوق، وهذه فرصة تواصلنا مع هذا الجمهور الكريم وكنشكره أيضا من هذا المنبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى دولة حسين مستعيد اللي كان المحفوظ حلف فيلم لبابا علي غسل يحضن ربي تبارك وتعالى ترنتجاد تزمت اللي مدينة تزنيت. فرح نسرح مدنا دابسني قبل ربي تبارك وتعالى. تبارك الله عليهم الصلاة على النبي المسروعة اللي سكرن
حماس انتظمت لمدينة تزنيت اللي يتنازن تقريبا قميتين المحال تبارك الله يا ربي. أيت ما تستمع سوى الصغينو بودرقة محمد يسمع غساد نشكة سماسة المدينة تزنيت نكيدي مدوكالينو الممثلين اللي يشاركنا غسيل سينا باب علي نشكة تزنيت استقبلنا إمزداغ تزنيت سماسة الاستقبالي فوركين نشكة خيسي سماسة الافتتاح قصرية واد الجنة تشكر حماس السنتر نزنيت تفوركير نشكر ميدنا دا اللي سكر المشروعات حماس منتظم نزنيت سخسر المال نزن باش تستثمر راح مازيرت راس نتيني نتمنى النجاح كوني ولا كل الممثلين اللي شاكنا حماس باب علي نشكر سي الفرح يقوتن راس نتيني يسخر ربي الجميع كوني حفظ ربي نشكر الصحافه اللي غير لها تنتني راه نتيني تنميرت حتى كوني ديما تلا غمس نواجهها كوني حفظ ربي تنميرت